رضا سليم عنده حلول كتيرة جدا جوه الملعب بصراحة، أي مدير فني يعتمد عليه، خصوصا إن عنده سرعة، عنده المهارة، عنده الجراءة، عنده مهارات كتيرة جدا بتفيد أي فريق. وبصراحة في الفترة الأخيرة رضا سليم زي ما اتكلمت إن هو من اللعيبة اللي أثبتت وجودها، برضو تواجده في مباراة الأهلي والزمالك إضافة، سواء البدء كأساسي في المباراة أو حتى كورقة رابحة على دكة البدلاء. خلاص جاهز بنسبة كبيرة جدا يبقى موجود في المباراة اللي جاية، مباراة الأهلي والزمالك، وارد إنه ممكن يبقى أساسي، وارد ممكن مستر كولر يبقى يعتمد عليه كبديل، كل ده هنعرفه من خلال المباراة. قبل ما نروح على موديست ونتكلم على موديست، معانا نجم مصر ونجم نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر منور الدنيا. ربنا يخليك يا ابراهيم، منورنا كابتن مصر. ربنا يخليك وربنا شرف ليا يوفقك ان شاء الله حبيبي يا كابتن مصر، باذن الله. وبتشرف دايما بيك، وحضرتك من الاسماء الكبيره جدا ربنا واسم كبير بصراحه، يعني مهما جه اجيال وراحت اجيال سيظل كابتن فاروق جعفر من الاسماء الكبيره، ومن الاسماء اللي الواحد في يوم من الايام وهو صغير كده كان بيتفرج عليه، ودايما بستمتع بتحليلاتك، وحضرتك ليك خبرات كبيره جدا في الكوره واسم كبير. شايف مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك هتبقى ماشيه ازاي في ظل الاجواء اللي موجوده وخارج الارض وتواجد الجماهير وحتى الاهتمام الاعلامي من وجهه نظر حضرتك؟ يعني اول حاجه ان شاء الله مباراه، احنا اول مباراه مره كاس مصر تلعب خارج مصر، وان شاء الله في الشقيقه السعوديه ان شاء الله نعمل اولا نأدي بشكل كويس ونبقى احنا على قد المسؤوليه من ناحيه الانضباط والالتزام، ونبقى واجهه جيده للكره المصريه والكره العربيه ان شاء الله في المباراه اللي جايه. مباراه الاهلي والزمالك الكاس ملوش صاحب، يعني دايما التوقعات في الكاس ما حدش يتوقع في الكاس، في فرق كبيره جدا، ان في النهايه بتوصل فرقتين، فانت لو عندك الدوري 18 ففي 16 فرقه خرجوا بره غير الدرجه ب والدرجه ج من الحاجات دي يعني. فالدوري الدوري طلع الكاس، الكاس ده هيبقى صعب جدا، ان انت بتعمل بطوله في 90 دقيقه، 90 دقيقه دي يعني محتاجين ان انت تركز بشكل كويس، تبقى منظم في الملعب، لو في افكار قالها لك المدرب حاول تنفذها بقدر الامكان، لازم يبقى في التنظيم في الاداء للفريقين، انا بتكلم على الفريقين. لكن فرصه النادي الاهلي مش عايز اقول اكبر، هي فرصه النادي الاهلي بوجود مدرب بقاله فتره مع اللعيبه او مع النادي، وحافظ اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه وقدرات اللعيبه، ومباراه الاهلي والزمالك دي شكلها ايه، بتمشي مدرب او تقعد مدرب، فهو موضوع تاني وحسابات تانيه. لكن انا بتكلم على المباراه دايما مباراه الاهلي والزمالك بتولد نجوم، يعني مباراه الاهلي والزمالك واحد بيبقى موطئ يجيب هدف، يصنع هدف، يبقى حارس مرمى جيد، يبقى سيرد باك كويس، وانت من نفس النوعيه اللي انت اثبتت في مباراه الاهلي والزمالك وجودك، اسهمك عالي صح، ورحت المنتخب وانت صغير، دي حقيقة كابتن. مباراة الأهلي والزمالك هي يعني عيشت أسماءك وأسماء جيلنا وأسماء كتيرة جدا، وعملت فعلا طبعا نجوم، سواء مع النادي الأهلي أو مع الزمالك حتى، وعلى صعيد حتى منتخب مصر يعني. طبعا طبعا صح كلامك تمام. فأنت دايما بتفكر في مباراة النادي الأهلي، أنت بتفكر في المكسب ما بتفكرش في الأداء. يعني خلينا نتفق، مباراة الأهلي والزمالك البحث عن الأداء مش هو نمرة واحد، لكن الدوافع المعنويه والنفسيه، وان تخلي اللاعب يبقى مقاتل ويبقى شارس في الملعب وعايز يكسب وعايز ياخد البطوله ويحقق البطوله.